بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. أهلا بجمهور الأهلي العظيم وحلقة جديدة ويوم جديد من برنامج جيلترند. بالتأكيد خلاص وإحنا في ختام الأسبوع وفي نهاية الأسبوع بنتكلم على ختام الأجندة الدولية واستعدادات الأهلي لبطولة إفريقيا ودوري أبطال إفريقيا ولقب جديد بيسعى الأهلي إلى الحفاظ عليه والوصول ليه، ورقم قياسي جديد، ثلاث ألقاب قارية، دوري أبطال إفريقيا، لما لا بإذن الله يكون رقم قياسي من جديد للقلعة الحمراء. المنتخب بالأمس اختتم مبارياته في الأجندة الدولية، فاز على ليبيا ذهابا وإيابا، تصدر المجموعة، اقترب كثيرا من التأهل إلى الدور الثالث والحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. اليوم قرعة الدوري العام ونتائج القرعة والمواجهات القوية وبداية موسم محلي جديد بطموحات مختلفة خلال الفترة القادمة. حلقة مليئة بالتأكيد بالكواليس والمعلومات والأخبار، خاصة كمان الأحداث الرياضية عديدة خلال الفترة الحالية. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وبالطبع بعد مباراة الأمس وفوز منتخبنا الوطني على ليبيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، رأيكم في أداء المنتخب تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفني المصري للمدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني في مباراتي ليبيا؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة نعرف رأيكم في أداء منتخبنا. بغض النظر عن النتيجة عايزين نعرف رأيكم في الأداء خلال هذه الفترة. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يواجه الإسماعيلي بالجولة الأولى من الدوري. وفي الترند المحلي، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة. وكمان خبر مهم وعنوان مهم، الموسم الجديد بحضور 1000 مشجع لكل فريق. طبعا بداية مبشرة ليكون في حضور جماهير، والنهاردة رابطة الأندية في خلال قرعة الدوري أعلنت أن يكون في 1000 مشجع لكل فريق في الدوري العام. نتمنى بإذن الله أن يكون حضور جماهير مميز في الفترة القادمة. لكن النهاردة بالتأكيد ختام مباريات التصفيات الإفريقية وعدد من المباريات التصفيات الآسيوية والتصفيات الأوروبية. نبدأ مع بعض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. واليوم الأخير يمكن الساعة 3 النهاردة كانت في مباراتين، زيمبابوي على أرضها خسرت من غانا في هراري 0-1، وأيضا ناميبيا الساعة 3 لعبت مع السنغال، المباراة أقيمت في جوهانسبرج على ملعب أورلاندو بايرتس وانتهت بفوز السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف. وخلاص نقدر نقول السنغال خلاص قطعت خطوة كبيرة في التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم. الساعة 6 في مباراتين، جنوب إفريقيا على ملعب البنك الوطني في جوهانسبرج هتستضيف إثيوبيا، وأيضا الساعة 6 في برازافيل الكونغو ستستضيف توغو. الساعة 9 من مساء اليوم، لا في مباراة أيضا الساعة 6، النيجر هتستضيف الجزائر، هذه المباراة هتتلعب في نيامي على ملعب جنرال سيتي كوتشي، هذا الملعب اللي هيستضيف إن شاء الله مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني يوم السبت القادم الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، هذه المباراة تقام على نفس الملعب اللي النهاردة النيجر فيه بتستضيف الجزائر الساعة 6. في ختام المباريات الساعة 9، غينيا في المغرب هتستضيف المغرب، عارفين كلنا ان مجموعه المغرب غينيا وغينيا بيساو والسودان كلهم بيلعبوا في المغرب، والنهارده هذه المباراه هي مباراه مؤجله من الجوله الثانيه لم تلعب بسبب الحرب الاهليه اللي موجوده في غينيا، لكن غينيا اختارت انها تلعب في اغادير في المغرب، والنهارده هتواجه المغرب، والمغرب لو فازت النهارده هتتاهل الى الدور الثالث بشكل مباشر. التصفيات الاوروبيه لكاس العالم الساعه 9 الا ربع، خمس مباريات في توقيت واحد، انجلترا هتستضيف المجر، البرتغال ستستضيف لوكسمبورغ، ألبانيا هتستضيف بولندا، السويد هتستضيف اليونان، والدنمارك هتستضيف النمسا. أبرز مباريات اليوم أيضا في التصفيات الأسيوية، الساعة 6 سوريا هتستضيف لبنان، الساعة 7 إلا ربع الإمارات هتستضيف العراق، والساعة 7 من مساء اليوم السعودية في ختام المباريات هتستضيف الصين. كل التوفيق للمنتخبات العربية في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف أبرز الموضوعات والعناوين والكواليس اللي معانا في فقرة ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. النهاردة معانا موضوعات وكواليس وأخبار عديدة جدا في هذه الفقرة، وبالتأكيد النهاردة الحدث الأهم كان قرعة الدوري في الموسم الجديد 2021-2022. وقدر الإمكان رابطة الأندية النهاردة بتحاول قدر الإمكان أن هي تتغاضى أو تغير الشكل اللي كان موجود الموسم الماضي من حيث تصوير المباريات، الكاميرات،
الكواليتي كمان اللي هتطلع بيه صوره المباريات الفتره اللي جايه، امكانيه كمان حضور الجمهور. وعلى هامش كل ده النهارده كان موجود كمان قرعه مباريات الدوري، وكل فريق يعرف مين المنافسين ليه في بدايه المسابقه، واقامه المباريات في الفتره اللي جايه، التواريخ والمواعيد وعدد المباريات والاجنده الدوليه، التوقفات هتكون خلال الفتره ازاي. الاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه النهارده كان ليه تصريحات مهمه جدا على هامش القرعه، وبدا الكلام في المؤتمر الصحفي النهارده وفي مراسم اجراء القرعه، وقال كلام مهم جدا. قال تصوير المباريات الدوري العام هتكون بكواليتي والصوره هتكون اتش دي، وقال كمان عدد الكاميرات اللي هتتصور بيها مباريات الدوري خلال الفتره اللي جايه، لان مهم جدا وانت بتسوق المسابقه لازم تهتم باهم حاجه وهي التصوير ونقل المباريات، وده كل الاتحادات القارية أو حتى الاتحادات الدولية بتهتم بهذا الأمر، عشان ده جزء من التسويق وقيمة المنتج لما بيتم نقله من خلال القنوات الفضائية. فبالتالي ده جزء مهم جدا اتقال النهاردة، تقنية الـ HD 10 كاميرات على الأقل في كل مباراة. الجزئية الثانية وهو حضور الجمهور، قال كمان إن في اتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات خلال الفترة اللي جاية بإمكانية حضور جمهور في الفترة القادمة بحد أدنى 1000 مشجع لكل فريق، بمعنى إن كل مباراة هيكون فيها 2000 مشجع، 1000 مشجع لكل فريق، ودي بداية موفقة. نتمنى الفترة القادمة بإذن الله الجمهور كمان يلتزم، لأن أكيد لازم نشكر وزارة الداخلية وجميع السلطات المختصة على منح الفرصة للجماهير في الفترة القادمة في ظل جائحة كورونا، وفي ظل إن ابتدت الدول الإفريقية كمان يعني عودة الجماهير في الفترة القادمة. مش عايزين نقارن بأوروبا، لأن أوروبا الوضع هناك مختلف تماما في السنوات السابقة أو حتى في الفترة الحالية، لكن في إفريقيا حتى في التصفيات الحالية شفنا الجمهور إزاي رجع. فإن شاء الله تكون بداية مبشرة في مسألة حضور الجمهور أو في مسألة تصوير المباريات. طيب جدول المباريات والقرعة أصفرت عن إيه؟ النهاردة وأنت بتسحب كده الأرقام، النادي الأهلي النهاردة كان رقم واحد، ودايما كده النادي الأهلي رقم واحد في أي مناسبة. أول مباراة مع الأهلي هتكون مع الإسماعيلي خلال الفترة اللي جاية، وبنتكلم على انطلاقة الدوري يوم 25 أكتوبر، فهتكون أول مباراة للأهلي يوم 25 أكتوبر مع النادي الإسماعيلي. المباراة الثانية في الأسبوع الثاني مع البنك الأهلي، اللقاء في الأسبوع الثالث مباراة الزمالك مباراة القمة، الأسبوع الرابع الأهلي هيواجه المقاولين، الأسبوع الخامس غزل المحلة يستضيف الأهلي، الأسبوع السادس الأهلي يستضيف سموحة، الأسبوع السابع فيوتشر هيستضيف الأهلي، الأسبوع الثامن الأهلي يستضيف بيراميدز، الأسبوع التاسع الجونة يستضيف الأهلي، الأسبوع العاشر الأهلي يستضيف مصر المقصة، الأسبوع الحداشر فاركو يستضيف الأهلي، الأسبوع الاثناشر الأهلي يستضيف الاتحاد السكندري، الأسبوع الثلاثاشر المصري يستضيف الأهلي، الأسبوع الأربعتاشر الأهلي يستضيف الشرقية للدخان، الأسبوع الخامس عشر إنبي يستضيف الأهلي، والأسبوع السادس عشر الأهلي يستضيف طلائع الجيش، والأسبوع السبعتاشر ختام مباريات الدور الأول سيراميكا كليوباترا سيستضيف الأهلي. طبعا كل فريق هيكون عنده ملاعب في الفترة اللي جاية، كل فريق اختار ملعب أساسي وملعب احتياطي. كلنا عارفين أن مباريات النادي الأهلي هتكون على ملعب الأهلي والسلام، سواء محليا أو حتى إفريقيا. استاد الأهلي والسلام هو ملعب الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. اللقاء الأول مع الإسماعيلي، هنشوف الفترة اللي جاية بقى أيا كان المكان، عشان عارفين أنتوا كل سنة الموضوع ده بيطرح، والأهلي ما عندوش مشاكل يلعب في أي مكان، مباراة في إسماعيلية، المباراة في برج العرب، الأهلي ملتزم أيا كان المكان. الشيء الثاني المهم مباراة القمة في الأسبوع الثالث، نتمنى يا رب تكون في ميعادها، والدوري يتلعب أول 4 أسابيع قبل أجندة نوفمبر في الفترة اللي جاية، وهتكون البداية قوية جدا. الإسماعيلي ثم البنك الأهلي ثم الزمالك ثم المقاولون العرب، بداية قوية جدا للنادي الأهلي في الدوري العام. لكن هذه المباراة هتلعب بعد ختام مباراتي دوري أبطال إفريقيا مع الحرس الوطني يوم 16 أكتوبر في النيجر، ويوم 23 أكتوبر على استاد الأهلي والسلام. لكن 23 أكتوبر تلعب الدوري 25، أعتقد ممكن هتكون البداية الدوري 25، لكن ممكن الأهلي يبدأ 26 أو 27 أكتوبر حسب ما هتعلن لجنة المسابقات المواعيد في الفترة اللي جاية. الأستاذ عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات أو لجان المسابقات في الاتحاد، بما أنه طبعا عضو في رابطة الأندية، قال في توقفات دولية في شهر نوفمبر، كلنا عارفينها ده الأجندة القادمة الأخيرة، الجولة الخامسة والستة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ثم في توقف آخر في شهر ديسمبر. توقف ديسمبر بنتكلم إن كأس فيفا للعرب في الدوحة من 30/11 لغاية 18/12، والتوقف الثاني من 26/12 إلى 6 فبراير، وده توقف عشان كأس الأمم الإفريقية. ثم كمان في توقف في مارس، الدور الثالث لتصفيات كأس العالم المرحلة الفاصلة البلاي أوف، ثم في أجندة في مايو،
وما ننساش ان في مباريات الانديه المصريه لما تتاهل للدور القادم باذن الله دوري المجموعات ممكن يترحل شويه ما يبداش في منتصف فبراير بعد كاس الامم، لان كاس العالم للانديه حسب معلوماتي ممكن يتلعب عقب كاس الامم الافريقيه خلال الفتره اللي جايه في احدى الدول الخليجيه، فبالتالي في ترحيل لعدد من المباريات في الفتره القادمه بالنسبه لمباريات المنتخب وبالنسبه ايضا كمان لمباريات الاهلي والانديه المصريه في البطولات الافريقيه. شهر 7 وشهر 8 هيكون اكتر شهور فيهم مباريات محليه. توقعاتي ان بنتكلم ما يقرب من 10 ل 15 مباراه هيتلعبوا في شهر 7 و8، لان ابتداء من 25 اكتوبر لغايه شهر 5 او 6 بالكتير هتلعب 17 20 مباراه، لان التوقفات كثيره جدا زي ما اعلن النهارده الاستاذ عامر حسين، في ظل كمان ان لسه لم يتحدد موعد لكاس السوبر الافريقي بين الاهلي ورجاء وكاس العالم للانديه خلال الفتره اللي جايه. ده بشكل عام كل التفاصيل الخاصه بقرعه الدوري العام في الفتره الجايه. نتمنى يكون موسم ان شاء الله موفق، ونتمنى لجنه الحكام يكون عندها دور جيد في اعداد الحكام في الفتره اللي جايه وتجهيز حكام افضل في تقنيه الحكم الفيديو المساعد تقنيه الفار في الفتره القادمه. الاتحاد ليه دور مع لجنه الحكام، والرابطه ليها دور مع المسابقات والانديه في انتظام المسابقه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ولسه عندنا تفاصيل في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وباقي تفاصيل برنامج او فقره ترند الترند. هتكلم بقى على مباراه ليبيا ومصر بالامس، وكانت في الجوله الرابعه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. عايز اقول مكسب امبارح مكسب مهم جدا. اولا انت قطعت خطوه كبيره جدا لصداره المجموعه، ونتكلم في فرق نقطتين او انتصار في اي من المباريات القادمه تتاهل مباشره الى الدور الثالث. بالاضافه لده مكسب امبارح يمكن هيساعدك في التصنيف خلال الفتره اللي جايه، لكن قبل ما اتكلم على التصنيف، مباراه الامس كانت فيها مزايا عديده جدا، الا وهي الفوز خارج الارض. ده ما حصلش بقاله فتره طويله جدا. انت اخر مباراه كانت خارج الارض كانت امام الجابون وكنت خسران لغايه الدقيقه 90. النقطه الثانيه اللي انت كسبت المنافس المباشر ليك في المجموعه ذهابا وايابا، وبالتالي خلاص في فرق المواجهات المباشره انت تخطيته. الجزئيه الثالثه فكره ان المنتخب يكون عنده تكتيك معين واسلوب لعب والاعتماد على الشكل الجماعي للفريق، دي كانت نقطه غايبه عن المنتخب بنتكلم من ايام هيكتور كوبر مش من خلال فتره الكابتن حسام البدري فقط. امبارح انت شايف عمر مرموش اللي كان ظاهر في المباراه الاولى والثانيه بشكل متميز جدا، دور رائع لعمرو السليه ومحمد النني، دور ولا اروع في وسط الملعب. الاطراف ودورها بشكل متميز سواء اكرم توفيق او احمد ابو الفتوح في الظهير الايمن والظهير الايسر، دور احمد حجازي في تكمله الهجمه، دور كمان مصطفى محمد في فتح المساحات مع محمد صلاح. كل هذه الامور نقدر نقول من اهم ايجابيات منتخبنا بالامس، ولكن الفوز المعنوي كويس، والجهاز الفني بقياده كارلوس كيروش لسه جديد فمحتاج دفعه قويه. انا عاجبني نقطتين في الجهاز الفني، اولا تحس كده ان المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني في ثبات، في اتزان، في عقليه مدرب بيتعامل مع اهميه المرحله وعارف ان لسه ما حققش حاجه. فانا بحب جدا ابص على اشوف وجه المدرب لما بيتم احراز هدف، سعادته بالهدف عامله ازاي، لقيته بالعكس عادي جدا بيتعامل مع الامور بشكل طبيعي لانه عارف لسه ما حققش حاجه ولسه عارف ان المباراه القادمه مباراه مهمه جدا. ولكن بقى الجزئيه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها، خدوا بالكم المجموعه بتاعتنا مش مجموعه صعبه، ممكن احنا نكون صعبناها على نفسنا لما تعادلنا مع الجابون، لكن لو بصيتوا على شكل المجموعه انت بتلعب مع منتخبات في منهم منتخبين اللي هو منتخب الجابون ومنتخب منتخب انجولا ومنتخب ليبيا لم يتاهلا لكاس الامم الافريقيه، فبتتكلم معاك في البطوله او في المجموعه فرقتين ما راحوش كاس امم. بالاضافه لده انت لازم تكسب مباراتك بره وجوه عشان التصنيف. ليه عشان التصنيف؟ انت لغايه اللحظه دي لسه في تصنيفك في افريقيا رقم 6 بعد المغرب والجزائر والسنغال وتونس ونيجيريا. اقرب المنتخبات ليك منتخب نيجيريا، فبتحاول قدر الامكان تقرب منه. نيجيريا خسرت على ارضها من افريقيا الوسطى ثم فازت خارج ارضها على افريقيا الوسطى، فبالتالي كسبت ماتش وخسرت ماتش، انت كسبت ماتشين قربت منها في الرانكينج في التصنيف بنسبه كبيره. بعد تصنيف هذا الشهر نقدر نقول بنتكلم في حوالي 25 30 نقطه ما بين مصر ونيجيريا، ممكن يتعوضوا في الجولتين القادمتين. واذا معاد قرعه الدور الثالث بتاع التصفيات كاس العالم، هي لسه ما تحددش ميعادها، لكن لو اتاجلت لبعد كاس الامم وده صعب طبعا، تصنيفك هنا هيبقى ممكن يبقى فرصه طيبه انك لسه هتواجه نيجيريا في مباريات كاس الامم. نيجيريا معاك في المجموعه في البطوله اللي هتستضيفها الكاميرون من 9 يناير ل 6 فبراير، فبالتالي عندك فرص عديده جدا. الناس تقول لي اصل لسه في كاس فيفا للعرب ممكن تعلي التصنيف، البطوله خارج الاجنده وبالتالي خارج التصنيف، ميعاد اعلان القرعه هو اللي هيفرق في توقيتك وانت وقتها تصنيفك ازاي
في البطولة أو في المجموعات مع المنتخبات الأخرى. نيجيريا هي أقرب المنافسين. لنتكلم مثلا لو نيجيريا في تصنيف شهر سبتمبر الأخير عاملة 1472 نقطة، مصر 1442 نقطة، بنتكلم في حوالي فرق 30 نقطة. مع انتصارات هذا الشهر بنتكلم ممكن الفرق يوصل لحوالي 25 نقطة، وتبقى النتيجة قربت جدا مع الجولتين القادمتين في نوفمبر. لكن مهم جدا نكسب المباراتين، كده كده بإذن الله هنتأهل، ما نلعبش على تعادل ونشوف ليبيا هتعمل ايه. اكسب الست نقط عشان تقرب من التصنيف. الناس هتقول لي ما انت لو عايز تكسب وتتأهل تواجه اي فريق، بس مهم جدا لما تبقى من الخمسة الأوائل لقاء الإياب على يكون على ملعبك. مهم جدا انك تواجه الكونغو ولا تنزانيا ولا مالي ولا بنين في التصنيف اقوى او افضل ما تواجه المغرب ولا الجزائر ولا السنغال في الفترة الحالية. انت لسه بتبدأ مع جهاز جديد ومجموعة لسه بتحاول تشكلها الفترة الجاية، فبالتالي اختار الطريق الأسهل عشان يكون مناسب ليك في التأهل. وكلنا عارفين طبعا اللي كان موجود أيام فترة برادلي لما طلعنا بسبب التصنيف وواجهنا غانا، وكانت مرحلة صعبة جدا وخرجنا لم نتأهل بسبب هذه المجموعات وبسبب هذا الدور. ده الأمور المتعلقة بمكسب امبارح وصدارة المجموعة بعشر نقاط وليبيا ست نقاط، وأيضا كمان التصنيف والتأهل في المرحلة اللي جاية. الجزء الثاني والأخير في هذه الجزئية إصابة محمد الشناوي. أنا هتكلم على صورة وهتكلم على تصريح رسمي. امبارح الصورة اللي شفناها كلنا من خلال لقطات المباراة كان في غضب من الشناوي وهو خارج وهو بيتكلم مع عصام الحضري مدرب حراس منتخبنا الوطني. لكن الصورة عكس التصريح. تصريح الكابتن وائل جمعة قال الحمد لله الشناوي ما كانش مصاب ولعب وهو سليم، ودي إصابة مختلفة عن إصابة المباراة الأولى اللي كان الشناوي ممكن بسببها يغيب عن لقاء برج العرب مع المنتخب الليبي. معلوماتي ومن خلال اتصالاتي في جهاز المنتخب الوطني، حسب معلوماتي الشناوي يمكن شعر بشد في العضلة الخلفية، ومن امبارح لغاية النهاردة حتى لما وصل فجر اليوم لمطار القاهرة ما كانش قادر يمشي على رجليه، كان بيزك بشكل كبير على رجليه. اتفق هو ودكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب ان النهاردة الساعة 12 الظهر هيكون في أشعة على العضلة الخلفية عشان يعرف مدى إصابة الشناوي وغيابه خلال الفترة اللي جاية. معلوماتي أيضا ان الشناوي يعني فيما معناه كان بيقول للكابتن عصام الحضري وهو خارج، أنا قلت لك هل فكرة أنا قلت لك مش هقدر ألعب الكورة برجلي حد هو اللي يجي يسدد مكاني، هل دي إصابة من الإصابة السابقة؟ لأن التصريح كابتن وائل عكس الصورة اللي احنا شفناها امبارح في المباراة. أنا أتمنى الفترة اللي جاية يكون في توضيح للجزئية دي لأن الصورة عكس التصريح. نتمنى النهاردة الإشاعة بتاعت الشناوي تكون بسيطة، ما تكونش لا قدر الله إصابة قوية، للخلفية من الإصابات اللي بتبقى رخمة هي والعضلة الضمة. الشد لا قدر الله لو درجته كبيرة أو لو وصل لدرجة مزق ممكن الغياب يبقى الفترة طويلة جدا. لكن أتمنى الفترة الجاية إن الشناوي يكون جاهز ونطمئن على سلامته. وجزئية حراسة المرمى لو فيها أي لغط أتمنى أن يكون في توضيح من جهاز المنتخب الوطني، لأن احنا بنشوف بعض التعبيرات في المباريات أو لقطة امبارح بتبقى عكس اللي احنا سمعناه من تصريحات رسمية خلال الفترة السابقة. النقطة الأهم كمان من خلال متابعتي واتصالاتي برضه في جهاز المنتخب، دايما الحضري معروف ان هو بيلعب بشكل قوي لما كان حتى كحارس مرمى، فتدريباته تدريباته قوية جدا. وممكن التوقيت اللي احنا بنلعب فيه دلوقتي والفرق لسه في بداية موسم أو في ختام موسم ممكن الحمل البدني المفروض ما يكونش عالي، التدريب ما يكونش بنفس الفتنس العالي القوي، فممكن يكون محتاجة خبرات في هذا المركز لتدريب حراس المرمى. الحراس كمان عندهم خبرة زي الشناوي، فأكيد لازم يكون في هارموني الفترة الجاية ما بين الحراس مع مدرب الحراس في الفترة الجاية عشان تكتمل الصورة الحلوة في جهاز منتخبنا الوطني. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف باقي تفاصيل حلقة النهاردة من برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا النهاردة يمكن في حدث مهم جدا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وحدث استثنائي. بنتكلم على إنجاز مهم جدا لفريق كرة السلة رجال اللي حقق البطولة العربية منذ أيام قليلة بأداء ونتيجة ولا أروع من كده. قدمنا على الشاشة بعض اللقطات طبعا النهاردة من تكريم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لجهاز الفن ولاعبي كرة السلة رجال في النادي الأهلي بعد الفوز بالبطولة العربية للأندية رجال اللي كانت مقامة هذه البطولة في الأسكندرية خلال الأسبوع الماضي. انتصار مميز جدا. اللقاء الختامي كان أمام الكويت الكويتي اللي مدجج بأكثر من لاعب محترف، أيضا كمان لقاء السيمي فاينال أمام فريق الاتحاد السكندري. وعاد كوماندوز الأهلي من جديد للفوز ببطولات كرة السلة
اللي كانت غائبة خلال الفترة الأخيرة. لكن مهم جدا إنك تبدأ تشوف المرحلة الجاية إزاي تشتغل عليها عشان تبدأ تحضر لمنافسات مهمة جدا في الفترة اللي جاية. عندك الدوري، وكنت فايز كمان ببطولة منطقة القاهرة الفترة الأخيرة، البطولة العربية، عندك بعد كده بقى دوري، وإن شاء الله إن شاء الله الفترة الجاية بعد كده كمان نشوف البطولات الإفريقية، لأن كوماندوز الأهلي ألعاب الصلاة ونجوم الصلاة دايما بيكونوا من داخل النادي الأهلي، سواء في الطايرة أو في السلة والسلة، ونتمنى قريبا إن شاء الله كمان تكون لعبة كرة اليد في نفس اهتمامات فريق السلة وأيضا كمان الطايرة، ويحققوا بطولات مهمة جدا خلال الفترة اللي جاية عشان يسعدوا جمهور النادي الأهلي في كل مكان. الكابتن محمود الخطيب قدامكم على الشاشة، تكريم ودرع طبعا أو النسر النادي الأهلي كهدية تذكارية لكل لاعبي وجهاز الفني لفريق كرة السلة رجال بعد الفوز بالبطولة العربية للأندية خلال الفترة الأخيرة، والبطولة اللي أقيمت فيها الأسكندرية وكانت منافسات قوية جدا تحديدا في المراحل النهائية. طيب نروح نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبالتأكيد كان فيها تهنئة وفيها تفاصيل مهمة جدا، نتابع. السادة أعضاء مجلس الإدارة، السيد مدير النشاط الرياضي، الفريق الموقر الجميل، ألف مبروك. وطبعا مجلس الإدارة في الحقيقة كان حريص على تكريم هذا الفريق اللي حقق إنجاز وهو الفوز بالبطولة العربية لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي. وبنستأذن كابتن محمود في بداية هذا التكريم إنه شرفنا بكلمة للفريق وفي وجود أعضاء مجلس الإدارة. تفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. الحقيقة يمكن النهاردة من الأيام السعيدة جدا بالنسبة لنا، لأن بطولة أول مرة تدخل النادي الأهلي، وإن إحنا ده شيء بالنسبة لنا شيء بنقدره جدا، وعندنا أمل كبير جدا جدا في حضراتكم بجهازكم الفني والإداري والطبي بكل الجهاز بتاعكم، إن يكون إن شاء الله دي البداية اللي احنا كلنا منتظرينها. لكن صعبت الامور عليكم. انتوا فريق كويس، لعيبه كويسين، جهاز كويس، كل الامكانيات متاحه ليكم عشان نشهد عصر جديد بالنسبه لكره السله بالنسبه للنادي الاهلي، وانتوا تقدروا تعملوا الكلام ده، وعندكم من القدرات الفنيه والبدنيه والقلب والروح اللي هو بيعمل بطولات كتير جدا. فالتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى طبعا، لكن الاجتهاد ده امر مفروض. اكتر حاجة عجبت الناس كلها اللي بيكلمونا في المباراة اللي فاتت الروح والقلب والتكنيك الفني وقدرة اللاعبين على تحويل الامر لصالحهم في اي وقت من المباراة، وده امر الرجاله امر مهم جدا. انتوا تمتلكوا مواهب كتير جدا، تمتلكوا جهاز عالي جدا، اعتقد باذن الله اللي جاي ممكن يكون جوه النادي الاهلي، اي بطوله جايه ممكن تكون موجوده جوه النادي الاهلي. ده بعلاقتكم كمجموعه، بحبكم لبعض، بادارتكم كمجلس اداره بيحاول يوفر لكم كل الامكانيات اللي ممكن تنجحكم. ده دورنا، ومش هنقف عند اي امر يبقى مقنع طبعا ونستطيع من خلاله ان احنا نقدمه لاي فرقه، مش ليكم انتوا بس، لاي فريق في النادي الاهلي. لكن كمان بقى انت على عاتقكم ان كنتوا واجهه الفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي، انتوا واجهه لكل قطاع الناشئين الموجود، انتوا واجهه بتعلموا الناس من غير ما تدروا، بتعلموا التزام وانضباط اداء، بتعلمهم حاجات كتير، روح، ودي المهمة اللي هي دي المهمة بتاعت النادي الأهلي طول عمرنا. طول عمرنا من النادي الأهلي الناس كلها تقول الأهلي ده قلب، الأهلي ده روح، طول عمرنا كده. وكمان بقى موجود فنيات وموجود مواهب وموجود إدارة وموجود إدارة فنية كويسة، يبقى أنتوا إيه اللي ناقصكم؟ مفيش حاجة ناقصة الحمد لله رب العالمين. تاني بالنيابة عن الزملاء في مجلس إدارة بشكركم جدا على الروح وعلى الأداء. البطولة اللي فاتت اللي جاي هيبقى صعب، لان كل الناس تحب دايما، الناس تحب يقول لك البطل ده، البطل ده، احاول انا بقى اجرح البطل ده، احاول ان انا اخد من البطل ده. فهتلاقوا في كل مباراه ناس الالتزام ضدكم زاد والروح ضدكم زادت من كل المنافسين. انتوا لو ما كنتوش اعلى مش هتحققوا،
لازم من دلوقتي كده تتعاهدوا مع بعض تكونوا اعلى في ادائكم وفي روحكم وفي قلبكم وفي روح الفانيلا الحمراء دي احنا لابسينها دي، لازم تكونوا انتوا اعلى من هذا القدر عشان تقدروا تنجحوا ان شاء الله. مش عايز اطول عليكم لكن بشكركم، ودي بدايه. مش عايز دايما الناس الضعاف اللي يكسب بطوله يريح، اللي يكسب بطوله يكتفي، الكلام ده الناس الضعيفه. لكن الناس القويه واللي عندها ثقه في نفسها اللي بيكسب بطوله بيبص للتانيه، بيبص للي بعديها، بيبص للي بعديها بنفس القوه وبنفس الروح. بكرر شكري ليكم جدا، وشكري طبعا للاداره التنفيذيه وللنشاط الرياضي، لان كل الناس اللي شاركت في انجاز يعني بانجاز جوه انجازات وجوه دولاب بطولات النادي الاهلي. بشكركم جدا جدا، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. شكرا. كانت هذه كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في حفل تكريم مجلس الإدارة لكل أعضاء الجهاز الفني واللاعبين فريق كرة السلة رجال بعد إحراز كأس البطولة العربية للأندية رجال خلال الفترة الأخيرة. مهم جدا الكلمة الأخيرة، عشان تفضل في المركز الأول وتفكر في اللي جاي وتبقى قوي لازم تقفل صفحة البطولة وتفكر في البطولة الجاية عشان تكسب البطولات اللي جاية. الضعيف بس هو اللي بيفكر في البطولة ويكسبها ويقفل وخلاص ما يبصش في اللي جاي. نفكر في اللي جاي وباذن الله ان شاء الله نكسب كل البطولات اللي جايه، لان العاب الصالات تحديدا من الالعاب اللي جمهور النادي الاهلي بيهتم بيها زيها زي كره القدم، سواء سله، طايره، وايضا كره اليد. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل مستمرين معاكم في باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض ترند الاهلي، واول حاجه معايا الصفحه الرسميه والحساب الرسمي للاهرام على تويتر. نشروا 10 لاعبين يغيبون عن الأهلي في رحلة النيجر. الأهلي بإذن الله سيتجه يوم الخميس عبر طائرة خاصة إلى نيامي عاصمة النيجر لخوض مباراة الحرس الوطني. هذه المباراة المقرر إقامتها يوم السبت الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة على ملعب جنرال سيتي كوتشي. وهذه المباراة بالتأكيد مهمة جدا، لكن هيكون في غيابات عديدة. أولا كل اللاعبين المقيدين بعقب غلق باب القيد الافريقي، الصفقات الجديده لن تكون موجوده في هذه المباراه ولن تكون موجوده في اللقاء القبل، ان هم خلاص هيتسجلوا لسه من شهر يناير القادم. بنتكلم على كريم فؤاد، حسام حسن، عمار حمدي، احمد عبد القادر، بيرسيتاو، لويس ميكسوني. بالاضافه لده بنتكلم كمان على القائمه اللي تم تسجيلها، كان 33 لاعب، في حوالي 6-7 لاعيبه خرجوا منها، وفي لاعيبه هتبقى مصابه، الشناوي مثلا، محمود متولي، محمود وحيد، قفشه بالتاكيد مش هيكون موجود، مع غياب كمان سعد سمير اللي تم اعارته، كريم نيفيد، اكتر من لاعب. فممكن الاهلي هيسافر بقائمه تتراوح من 23 الى 24 لاعب في هذه المباراه، لكن باذن الله كل الفريق هيكون جاهز لخوض هذه المباراه ايا كان العدد اللي هيكون موجود مع بيتسو موسيماني. ايضا كمان حساب مبتدا، حسابها الرسمي على تويتر، نشره مصدر في الاهلي لمبتدا، الشناوي يغيب اسبوعين بسبب الاصابه. طيب معلوماتي واللي قلته النهارده معاكم في ترند الترند، الشناوي النهارده اول ما وصل لفجر اليوم كان في ميعاد الساعه 12 الظهر يعمل اشعه مع دكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب، وغالبا خلال الساعات القليله القادمه يتم اعلان نتيجه الاشعه. لكن بشكل عام امكانيه غياب الشناوي عن مباراتي النيجر ده وارد جدا وبنسبه كبيره، لان التشخيص المبدئي بيتكلم في اسبوعين لثلاث اسابيع، يعني حتى انطلاقه الدوري ممكن الشناوي ما يكونش موجود كمان مع النادي الاهلي. طيب نروح كمان لحساب اليوم السابع، وحساب اليوم السابع بيتكلم على ان الاهلي يبدا تجهيز علي لطفي لمباراه بطل النيجر بعد تاكد غياب الشناوي. حساب الرسمي اليوم السابع بيتكلم على ان فكره ان علي لطفي بالتاكيد هيكون جاهز ويكون هو الحارس الاساسي في مباراتي بطل النيجر نتيجه اصابه الشناوي، وده طبيعي، لكن الاهلي مؤيد بالتاكيد علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء ايضا في قائمه الاهلي الافريقيه. بوابه اخبار اليوم وحسابها الرسمي على تويتر، بعد اصابه الشناوي جلسه خاصه بين حارس الاهلي مع سيد عبد الحفيظ لهذا السبب. بيتكلموا ان السبب ان في تكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره ان يقعد مع محمد الشناوي يعرف ابعاد الاصابه، اسباب الاصابه، لان كان الصوره امبارح اللي ظهرت من خلال المباراه عكس التصريحات اللي خرجت من الكابتن وائل جمعه، فالناس عايزه تعرف بالظبط الموضوع، هل لعب وهو مصاب؟ هل اشتكى من حاجه في الاحماء فبالتالي شارك وهو مصاب؟ كل التفاصيل دي بالتاكيد الجمهور كمان عايز يعرف ويطمن، لكن ده هنعرفه خلال الساعات القادمه. طيب حاجه تانية كمان، يمكن الوطن الرياضي بيتكلم على اليو ديانج. حساب الوطن الرياضي سبورت على الصفحه الرسميه ليها على الفيسبوك بيتكلم على ان في ضغوط على موسيماني في الاهلي
بسبب أليو ديانج، وان كان في اجتماع للجنة التخطيط واتكلمت مع بيتسو موسيماني ضرورة الدفع بأليو ديانج خلال الفترة القادمة، وانه لاعب من العناصر الأساسية لازم يكون موجود في التشكيلة الأساسية. الموضوع ده لم يطرح بهذا الشكل، ولجنة التخطيط اصلا كمان ما اجتمعتش مع بيتسو موسيماني في اجتماعات مباشرة خلال الفترة الأخيرة عشان يتكلموا معاه عن مين يلعب ومين ما يلعبش. كل ده الكلام ده ما حصلش، انا بقول لكم الكلام ده بشكل رسمي، مفيش اجتماعات حصلت بين لجنه التخطيط وبيتسو موسيماني في مساله مين يشارك ومين ما يشاركش في الفتره اللي جايه. الحاجه الثانيه كمان، أليو ديانج في مباراتي مالي امام كينيا في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم لم يشارك في اي دقيقه. هل ده ليه علاقه ان ديانج ما بيشاركش مع الاهلي فبالتالي فقد مكانه وموقعه في التشكيله الاساسيه لمنتخب مالي؟ ده الاجابه هتكون بالتاكيد عند المدير الفني لمنتخب مالي، لكن نتمنى الفتره الجايه نشوف ديانج لانه احد العناصر الاساسيه، وبصراحه بنتمنى نشوف لانه عنده يعني كوره مختلفه بشكل كبير جدا على لاعبي خط الوسط اللي موجودين في الدوري المصري. وجوده مع حمدي فتحي ومع عمرو السوليه عاملين فرق كبير جدا في خط وسط النادي الاهلي. اليوم السابع بيتكلموا على علي معلول، واليوم السابع من خلال تقارير ليها من خلال صفحتها الرسميه على الفيسبوك نقلوا من خلال تقارير تونسيه معلول يرفض اغراءات الدحيل ويجدد للاهلي ب 1.5 مليون دولار. طيب انا اتكلمت في القصه دي قبل كده وقبل اسبوعين ثلاثه، قلت علي معلول مفيش مشكله، ورغم ان البعض طلع وكبر الموضوع وقال في خلاف في ارقام كبيره، قلت الكلام ده مش حقيقي، علي معلول شاري الاهلي، وبعد ختام الاجنده الدوليه وختام مباريات تونس مع موريتانيا في تصفيات كاس العالم، علي معلول هيكون مع الاهلي خلال الساعات القادمه، وهيكون موجود في رحله النيجر ايضا، وهيتم الاعلان بشكل رسمي خلال الفتره اللي جايه، زي ما تم اعلان تجديد صلاح محسن وتمديد التعاقد، وايضا كمان تجديد وتمديد تعاقد عمرو السوليه في الفتره اللي جايه. الامور كلها تسير بشكل طيب. طيب اروح للمشاركات على الاجابه في اجابه السؤال اللي طرحناه النهارده، رايكم في اداء منتخبنا الوطني امام المنتخب الليبي. السيد محمد بيقول اداء جيد ومدرب كويس ولاعيبه رجاله قادره على المسؤوليه، وان شاء الله نوصل الى كاس العالم والتوفيق في الفتره القادمه. كمان محمد عبد المعطي بيقول تحسن بسيط ملحوظ خاصة في المباراة الثانية، ومن الصعب الحكم بصورة كاملة، وجهة نظر منطقية لأن لسه المشوار طويل. أبو معاذ بيقول أداء جيد، مدرب له شخصية واستراتيجية وهوية بدأت توضح، في بعض التفاصيل تبين أن في عندنا مدرب عنده اتزان مهم جدا في التعامل مع الفريق والشكل الجماعي اللي أدى به المنتخب. أحمد عادل بيقول نقلة في تاريخ منتخب مصر، سنعرف قيمتها عند الفوز بكان 22. يا رب يا أحمد والله هتبقى حاجة كويسة جدا، التأهل إلى كأس العالم في قطر والفوز بكأس الأمم. مصطفى السيد بيقول أداء جيد جدا وفي انتظار المباراة القادمة من أجل التصفيات النهائية لتأهل أو للتأهل إلى قطر إن شاء الله. طيب يعني الناس عندها جرعة تفاؤل وفي نفس الوقت الناس مبسوطة بالأداء. الشعب المصري بيفهم كورة، والشعب المصري بيقدر كويس جدا لما المنتخب بيلعب، اي فريق بيلعب بينتمي ليه بيبقى باين، واللمسه الجماليه بتبان في الملعب. لكن الشيء المميز اللي قلت عليه ان امبارح كان في كره جماعيه، فكره بقى اصل لعيب هو نجم الفريق والمنتخب كله قايم عليه اللي كان موجوده في الفتره السابقه ما شفناهاش في المباراتين اللي فاتوا. شفنا تالق لعمر مرموش، شفنا هدف لمصطفى محمد، شفنا دور مميز جدا للنن وعمرو السليه مع تقدم الاطراف سواء اكرم توفيق او احمد ابو الفتوح، شفنا تشكيلة أساسية ستة وده مهم جدا كمان ما كانش موجود في المنتخب في الفترة الأخيرة. كل دي عناصر مهمة جدا. قبل التجمع كنا زعلانين كلنا باستبعاد قفشة ومحمد شريف، لكن بعد كده نتمنى إن شاء الله يكون لهم دور، لأن أكيد وجود محمد شريف وقفشة هيكون دور مهم جدا مع المنتخب في الفترة القادمة. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.